بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي إيمان رتيمي، أنا أشكركم لحضوركم. فبصفتي عضو من فريق التصميم لقد والإنشاد، لقد قررنا أنا وأصدقائي في أول هذا التطبيق أن نرسم لوحات تحسيسية كي نوعي ونحسس أن المدخن بأن التدخين له مخاطر كثيرة على حياته. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، فبالنسبة للألواح التشكيلية التي آمنا عليها أريد أن أقول عن الألوان الأساسية والبارزة التي استعملناها، فاللونين هما الأسود والأبيض والأحمر. فاللون الأسود دال على اقتحام عدو شرس ألا وهو السيجارة والتدخين على جسد المدخنين والتسبب له في مجموعة من المخاطر، وكذا لا ننسى قيامه بتلوية الرئة. أما في اللون الأبيض فنلاحظ المستقبل المشرق الذي بين أيدي المدخنين ولغد أفضل دون مرافقة السيجارة لنا. وبالنسبة للون الأحمر الذي استعملناه هو دليل على تحذيرنا لذلك المدخنين، فنصيحتي لكل من يدخن رجالا ونساء بصفة عامة أن تكون لديهم الإرادة والعزيمة للوصول إلى مبتغاهم، أي أن يستطيعوا أن يقلعوا عن هذه العادة السيئة والخطيرة. وختاما لي، رغم أن السيجارة لوثتنا جميعا إلا أنه لا يزال هنالك بصيص وجزء صغير لآمال مباتة من أضواء، وشكرا.